نظمت القوات المسلحة حفل انضمام الطلبة المستجدين المقبولين بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من الدفعة 119 حربية وما يعادلها من الكليات. أقسم بالله العظيم أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية، محافظا على سلاحي، لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد. قسم يتردد داخل نفوس المصريين جميعا، فكل عام تسري داخل شرايين جيشنا الباسل دماء مصرية جديدة من نبت شعب أصيل ليصبحوا حراس الوطن. عشت يا مصر وعاشوا حراس الوطن، البعد دي وشرعنا يكسر أي ريق، وده من بداية الدنيا والآخر الزمن. نظمت القوات المسلحة حفل انضمام الطلبة المستجدين المقبولين بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من الدفعة 119 حربية وما يعادلها من الكليات، حيث بدأ الاحتفال بعرض للموسيقات العسكرية واستعراض حرس الشرف أعقبه اصطفاف الطلبة الجدد بأرض الطابور، كما شارك طلبة الكلية الحربية زملائهم في الاحتفال باستقبالهم بعرض الفروسية والكفاءة البدنية والعرض العسكري لمقاتلي الكلية من مختلف السنوات الدراسية، يتقدمهم حملة الأعلام بأرض طابور الكلية الحربية، وردد الطلبة الجدد قسم الولاء. وألقى اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين، ونقل لهم تهنئة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدا أن اختيارهم تم بكل شفافية وحيادية وبناء على كفاءتهم ولياقتهم الطبية والرياضية والعلمية والنفسية، مشيرا إلى أنهم صفوة وخيرة شباب مصر. وأشار الطلبة الجدد إلى اعتزازهم بالانتماء للعسكرية المصرية العريقة. كان حلمي من وأنا صغير أن أكون يعني جندي من جنود الجيش المصري، والحمد لله حققته، وإن شاء الله أقدر أعمل حاجة لمصر في المستقبل إن شاء الله. والله بدأ من أول ابتدائي، بدأت أشوف الكليات العسكرية ديت يعني حلم وشرف لأي حد يلتحق به. الحمد لله أنا حققت حلمي ودخلت الكلية الفنية العسكرية. كان نفسي أخش الكلية الحربية وأبقى ضابط في القوات المسلحة، فبصراحة فرحت جدا والحمد لله والله. الفخر والشرف طبعا الالتحاق بالمؤسسة العسكرية المصرية، ونيل شرف الانضمام للقوات المسلحة، وإني أخدم بلدي بشكل أفضل لما أكون ضابط وطبيب في نفس الوقت. إحساس عظيم طبعا وفرحة كبيرة جدا بإن تم قبولي في المؤسسة العسكرية، يعني إحساس بالشرف عظيم جدا فعلا إن حابة في مكان فيه أبطال، وإن شاء الله هكون أحد الأبطال دي وهشرف مصر بإذن الله. مفيش أحلى من إن أنت تبقى بتحقق حاجة أنت بتحلم بيها من وأنت صغير. حلمي هو أصلاً ده كان هدفي من وأنا في تانية ابتدائي، إن أنا أبقى ضابط في القوات المسلحة. وشعور عمر الواحد يعني ما كان حاسه قبل كده، يعني لها شعور تاني وليها إحساس تاني خالص مختلف عن أي حاجة. طبعاً الواحد يتشرف إن هو يبقى في مكان زي ده. وأعرب أهالي الطلبة المستجدين خلال حفل الاستقبال عن سعادتهم الغامرة لانضمام ذويهم للقوات المسلحة. والله يا الإحساس ما توصفش دلوقتي خالص، يعني إحساس عمري ما حسيته قبل كده. إحساس ما توصفش،
لان الكليه الحربيه والكليه العسكريه والكليات العسكريه كلها بصفه عامه او الجيش المصري شرف عظيم. الوطن ده شيء غالي جدا علينا جدا، تراب الوطن ده غالي جدا. عندي ولدين وباذن الله باذن الله الولدين هيبقوا فدا الوطن برضه وفدا ترابه. طبعا احساسي لما محمد يعني تم التحاقه بالكليه العسكريه حاجه يعني ما اقدرش اوصفها لك، حاجه جميله جدا. وبعدين سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الوطن اغلى من اي شيء، احب البلاد اليني. والله شعور اول مره احسه، وبقيت في عمال اعيط في ذهول بفرحه، حاجه اول مره في حياتي احسها. الحمد لله ربنا يكرمه ويوفقه ويكون فداء لبلده وفداء لوطنه، يكون قد المسؤوليه يتحمل المسؤوليه. اوصي بلدك كده عرضك وكل حاجه، يعني احنا دي بلدنا. طبعا احنا الحمد لله كاسره قدمنا 2 او طالب مقاتل في الكليه الحربيه، وانا جندي في القوات المسلحه بقضي الخدمه العسكريه، فطبعا ده شرف لينا، شرف كبير نفتخر ونعتز به يعني. ودايما الجيش المصري حمى ودرع للبلد وللوطن باذن الله. وفرحانه جدا جدا ان هو دي حاجه برضو تشرفنا، وان هو ربنا يقويه يا رب وكده ويكون قد المسؤوليه. انا بقول له خلي بالك من نفسك وتخلي بالك من بلدك اهم حاجه. اعظم شيء ان انا احس ان ابني بيخدم في بلد ويبقى ضابط من ضباط الجيش في البلد، دي حاجه يعني اعظم امنيه كنت اتمناها في حياتي. والله العظيم احنا جينا في اشرف مكان في الكره الارضيه، اشرف مؤسسه. طبعا زي ما كان شرف ليا قبل كده ان انا انضم لصفوف القوات المسلحه، وهيفضل شرف شرف لاخويا النهارده انه يكمل المسيره ان شاء الله، وهيفضل شرف لاي حد مدى العمر يعني، لان ما فيش رساله اشرف من اللي احنا بنعمله او القوات المسلحه بتقدمه فعلا في حمايه مصر وحمايه يعني اولاد مصر كلهم.